انا بجد سمع التزييق. الجزمه الجديده. اوعى اوعى بقى. خدي بقى. اوبا. لا, لا بقى ده لا. انت خلصت الالغام كلها. انت مصره انك تنسفيني. انا مش في اكل اسمها المنسف؟ عارفاه. انا اللي هي دي يعني. شوف اول واحد او تاني واحد براحتك. اهي يا سلام. قدمت كثير من الشخصيات غير متزنه نفسيا. مش شايف ان حصرك في ده في ادوار معينه ظلم موهبتك ولا لا؟ بص يا ست الكل. اتفضل. انا اضفت شيء لم يكن موجودا من قبلي في السينما، انني جسدت جميع عقد البشر لوحدي. مفيش حد في العالم عمل ده الا انا، وقعدت في ده 40 سنه علشان اكشف حقيقة الإنسان من الداخل. خلاص؟ أنا كنت عايز ده وقصد ده ووصلت لده. لكن مش عملية إن أنا، ما أنا ممكن أعمل أدوار تانية كتير، وعملت حاجات كوميدي ولايت وحاجات كده، لكن هنا هنا خلاني أوصل لأكبر جامعة في كندا، جامعة كونكورديا. وهناك لأول مرة يكرم نجم سينمائي على مستوى العالم، يكرمه البرلمان الكندي. لم تحدث في التاريخ. عشان انني جسدت عقد البشر. وهناك في الجامعه قالوا ده بتاع السايكودراما. السايكودراما ده منهج في علم النفس التحليلي. فانا كل ادواري تخضع لهذا المنهج. طب عمرك فكرت تروح لدكتور نفساني بعد اي دور من الادوار دي؟ لا، لكن هما المرضى يجوني، لكن انا ما اروحش لحد. لا عمرك ما حسيتش ان لا 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 مفيش كلام الدور او مضغوط بعد دور معين؟ لا 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 ما عنديش الكلام ده. بتعرف تفصل خالص؟ ايماني بالله كبير ما عنديش ده اطلاقا. ونعم بالله. في تصريح كده. ايوه. ان بعد وفاه مرات حضرتك اتعالجت نفسيا في كندا. ده حقيقي، لان انا كنت بحبها جدا، تعلق بيها قوي، قصتي طيبه جدا، وعايشة حياة فطرية بدائية، ومش عايزة شيء من الحياة إطلاقا خالص. فلسفة الاستغناء، ودي نوعية نادرة تلاقيها. لا ده حاجة كده ربنا بعتها لي. الله يرحمه. الله يرحمه.